جلسة للبرلمان العراقي لمناقشة مشروع قانوني الانتخابات النيابية والمفوضية المستقلة للانتخابات. نيويورك تايمز تؤكد أن إيران استغلت الفوضى في العراق لبناء ترسانة صواريخ باليستية سرية. البحرية الأمريكية تصادر شحنة أجزاء صواريخ إيرانية في بحر العرب مرسلة للحوثيين. ومع ازدياد حالات الانتحار في لبنان، شباب لبنانيون يطلقون مبادرة إنسانية لمساعدة المحتاجين. استوديو الحدث مع محمد أبو عبيد. أهلا بكم إلى استوديو الحدث. على مدى ساعتين نفتح فيه مع عددا من الملفات، نوفيكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة. البداية من آخر التطورات المتعلقة بالاحتجاجات في العراق وجلسات البرلمان التي ستناقش كما هو مفترض الانتخابات واللجنة، أي لجنة أو المفوضية العليا المسؤولة عن الانتخابات. إذن يعقد مجلس النواب العراقي مساء اليوم جلسته الاعتيادية الساعة 4 بتوقيت بغداد لبحث قانون مفوضية الانتخابات في حال اتفاق الكتل السياسية عليه، وفق ما أكدت مصادر برلمانية. من جهته أوضح رئيس المجلس محمد الحلبوسي أنه سيتم وضع ضوابط لاختيار المفوضين بعيدا عن أي تأثير سياسي في الغرف المغلقة. ودعا الحلبوسي السلطات إلى تعزيز ثقة الشعب بالمؤسسات الحاكمة للانتخابات ووضع حد للشكوك التي تحوم حول مفوضية الانتخابات. هذا وطالب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي القوى السياسية بالإسراع في اختيار رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة. نتمنى حقيقة من هذا الموقع على القوى السياسية أن توجد البديل بأسرع وقت ممكن، أن ترشح رئيس وزراء وأن رئيس الوزراء يشكل حكومة بكامل صلاحياته خلال أقصر فترة ممكنة. المدد الزمنية الموجودة هي 15 يوم أمام رئيس اختيار رئيس وزراء جديد و30 يوم إلى رئيس الوزراء المكلف أن يختار حكومته وتعرض على مجلس النواب لنيل الثقة. وأوضح عبد المهدي أن حكومته تحولت حكومة تصريف أعمال يومية في عقاب تصويت مجلس النواب على الاستقالة، بالتالي باتت على إثرها الحكومة برمتها مستقيلة. اليوم الحكومة تحولت إلى حكومة تصريف أمور يومية، صوت مجلس النواب الموقر مشكورا بقبول استقالة رئيس الوزراء، وبالتالي تعتبر الحكومة مستقيلة، وفي هذه الحالة تتحول إلى حكومة تصريف أمور يومية. الاستقالة إن شاء الله مقبولة، لأن الخيارات الأخرى غير صحيحة. عدم قبول الاستقالة يدخل البلاد من جديد في أزمة، وإحنا الاستقالة اعتبرناها أحد الحلول إلى الأزمة اللي طالبت بها المرجعية، وهي هدفها تخفيف الوضع والتهدئة. قيل لماذا الحكومة لم تقدم استقالتهم منذ بدء الأحداث، والجواب كان أن هذا سيكون أمر صعب آنذاك. لما تكون البلاد في وسط دوامة وفي وسط أزمة، لا يمكن لقائد عام قوات مسلحة أو رئيس وزراء أن يترك البلد في ضبابية وفي تيهان وبدون إدارة حقيقية، لأن حين ذاك إذا خصوصا إذا لجأنا إلى خيارات يعني غير واضحة، ممكن فعلا يعني البلد يكون في أزمة أشد خطورة من الفترة اللي قضيناها في محاولات حل هذه الأزمة والتهدئة. من بغداد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى شروان الدبرداني. أهلا بك أستاذ شروان. ما طبيعة الجلسة التي ستكون اليوم لمناقشة طبعا قانوني الانتخابات والمفوضية، يعني بمعنى ما الذي سيناقش في هذه الجلسة؟ تحية لك ولمشاهدين قناة الحدث العربية.
اليوم تأجل انعقاد جلسة مجلس النواب من الساعة 1 إلى الساعة 4 عصرا بسبب عدم اتفاق الأحزاب السياسية على عدد أعضاء مجلس المفوضين، وأيضا صلاحية من تكون الاختيار والمصادقة على أعضاء مجلس المفوضين، هل تكون من صلاحية المصادقة من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس وزراء، أو يتم المصادقة والتصويت عليه داخل مجلس النواب العراقي. قبل ساعة بدأ اجتماعات الكتل السياسية مع هيئة رئاسة البرلمان لغرض الخروج باتفاق كامل، وانعقاد جلسة الساعة 4 لغرض التصويت على قانون مفوضية الانتخابات المستقلة. أيوة، طب لماذا هذا التعثر في يعني من سيحضر والعدد المطلوب؟ هناك الأحزاب السياسية لديها عدة خيارات أو عدة مقترحات في عدد أعضاء مجلس المفوضية. هناك من يختار أن يكون 5 أعضاء، وهناك من لا يقبل بهذا العدد بأن يكون 7 أعضاء، وهناك أيضا أحزاب أخرى تطالب أن يكون 9، وآخرها طرح يوم أمس سائرون أن تكون عدد أعضاء مجلس المفوضين 3 فقط. هذا أحد الإشكالات المطروحة اللي لم تتفق عليها الأحزاب السياسية، إضافة إلى الصلاحية لمن تكون في المصادقة وترشيح هؤلاء لمجلس المفوضية. وأيضا بالنسبة لقانون الانتخابات، أيضا هناك خلافات ما بين الكتل السياسية، تأجلت التصويت عليه خلال الجلسة القادمة في أسبوع القادم. طب هل هذا يعني بالضرورة بأن الجلسة باتت بحكم المؤكد أن تعقد 4 مساء بتوقيت بغداد، أم أنه ممكن أن تتعثر أيضا؟ الاحتمالين وارد، يعني لم يتصلوا خلال الساعتين والثلاث القادمة سوف لن تنعقد هذه الجلسة وتؤجل إلى الأسبوع القادم. طيب يعني ما الذي قد يقدم أو يطرح فيما له علاقة بالشارع الآن، بمطالب الشارع؟ يعني الآن الحلبوسي يقول أنه يجب العمل على تعزيز ثقة المواطن العراقي بالمؤسسات، طيب كيف سيتحقق ذلك؟ ما المطلوب عمله؟ نعم، المطلوب عمله هو اختيار مجلس المفوضين من المستقلين خارج عن الأحزاب السياسية، لكن نحن الآن ملتزمين بالدستور العراقي والطرق الدستورية لغرض اختيار قانون الانتخابات وقانون مجلس المفوضين وقوانين كثيرة أخرى. اليوم بعد أن يتم تعديل بعض مواد أو فقرات الدستور العراقي على مجلس النواب ورئاسات الثلاثة الالتزام بالمواد الدستورية. طب هناك من يقول أنه ممكن أن يكون هناك تعديل بما لا يعني بقانون الانتخابات بما لا يتنافى مع ما ينص عليه الدستور، هناك من يقول أنه يجب أن يكون في تغيير في بعض مواد الدستور حتى يسهل موضوع تغيير آلية الانتخابات. نعم، هناك أهم ما موجود في الدستور هو عدد أعضاء مجلس النواب. الجميع متفق على تخصيص عدد أعضاء مجلس النواب العراقي، لكن نحن كدستور العراقي ألزم مجلس النواب بأن 100,000 يمثل نسبة يمثل مقعد في البرلمان العراقي. واليوم حسب إحصائية وزارة التخطيط ووزارة التجارة العراقية، العراق 38 مليون نسمة، أي أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 380 عضوا في مجلس النواب، لكن هذا العدد كبير جدا. يجب أن يكون هناك تعديل في المادة الدستورية لغرض تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى حسب. طيب ما بس أستاذ شيروان، أنا أريد أن أفهم ما علاقة يعني العدد بموضوع الإصلاحات المطلوبة، يعني حتى نفهم الصورة. يعني حتى لو قل العدد إلى النصف ويصبح لكل 200,000 عراقي عضو برلمان، ماذا سيؤثر أو يغير ذلك؟ طبعا حسب يعني الشارع انه امتيازات والرواتب ومخصصات اعضاء مجلس النواب بهذا العدد الكبير يؤثر على ميزانيه العراق، ويؤثر وايضا يكون كلما قل عدد اعضاء مجلس النواب يكون هناك تفاهمات ببساطه اكثر
نوصفها يعني العدد 308 أو 329 عضو مجلس النواب بكل تأكيد عدد كبير جدا، ونحن أيضا في حزب الديمقراطي الكردستاني نؤيد أن تقلص أعداد مجلس النواب العراقي وأيضا الانتخابات المبكرة تماشيا مع متطلبات الشعب العراقي أيضا ضمن سياقات الدستورية. طب هل هناك خوف من أنه بعض الكتل السياسية الأحزاب السياسية تحاول قدر الإمكان عرقلة ذلك، لأنه قد تشعر بأنها ستخسر ما تمتلكه الآن وما تحوزه الآن نيابيا؟ بكل تأكيد هناك تخوف من بعض الأحزاب السياسية، وكما تعلمون والشارع العراقي والشعب العراقي بأن معظم الأحزاب السياسية اليوم مرفوضة رفضا قاطع من قبل الشارع العراقي، وهناك سقف عالي جدا من قبل المتظاهرين بحل البرلمان وأيضا تغيير النظام السياسي بالكامل في العراق. هناك تخوف كبير وهناك خطر كبير جدا على العراق في المرحلة القادمة. نعم. طيب ماذا بخصوص الآن موضوع تشكيل الحكومة؟ يعني هل هذا وارد في مجلس النواب لكي يناقش أيضا؟ ليس من اختصاص اليوم مجلس النواب، اليوم على رئيس الجمهورية أن يختار أحد الشخصيات لغرض إرسال كتاب إلى مجلس النواب. أيوة. وعلى مجلس النواب وخلال العشرة أيام المتبقية المصادقة أو رفض مرشح رئيس الجمهورية. أنا هذا ما قصدته من السؤال، بمعنى أنه الحلبوسي وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية ومنحه 15 يوما لتعيين وتكليف شخصية. هذا من ضمن الدستور، ليس من صلاحية الحلبوسي ولا رئيس الجمهورية، هذا من ضمن الدستور أن يكون 15 يوما هي الفترة القانونية والدستورية لغرض اختيار. لا بس مهم صلاحية الدستور ينص على الفترة، بس أقصد أنه رئيس الجمهورية أن يكلف شخص، هذا ما قصدته. نعم، خلال طبعا بكل تأكيد هناك اجتماعات شبه يومية بين الكتل السياسية وخاصة أذكر هنا الشيعية. لأن الرئيس مجلس الوزراء هي من حصة الأخوة الشيعة، هناك اجتماعات شبه يومية، وهناك بعض الأطراف من الأخوة الشيعة هناك رافض المشاركة في اختيار رئيس مجلس الوزراء، وباقي الأحزاب السياسية تجتمع يوميا ولقاءات أيضا مع الكرد ومع السوى لاختيار شخصية وطنية عراقية مستقلة لغرض عرضها على مجلس النواب بعد مصادقة أو إرسال كتاب من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب العراقي. شكرا لك. من بغداد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى شيروان الدبرداني. هذا وقد أكد المتظاهرون في ساحة التحرير وجسر الأحرار في العاصمة العراقية بغداد لمراسل الحدث أنهم متمسكون بجميع مطالبهم ومستمرون في الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم كافة. يعني مواطنة أطلب دم ابني راح حذر راح، يعني أسأل رابع سنة تحقيقات ما أطلب من الإشراف القضائي وزير الداخلية النظر بقضية ابني، لأن دا أصل الأدلة ودا يوقفوها من يومية من مكان لمكان دا يحولون الدعوة، وآخر شيء هسه رجعوها للمركز. زين هو دا عمل إرهابية من مكافعة أو للإرهاب، ليش دا يرجعها القاضي للمركز؟ الوضعية هنا حاليا سماكو لا ضروف لا من قبل الشغب ولا المتظاهرين أساس إنه يتحارشون بهم أبد. ناكل هنا هسه كلها تخدم الشعب، الحملة التنظيفية وكو حملات توعية ثقافية وكو حتى مكتبات وكو مفارز طبية لأي شيء، جميع الأدوية موجودة لخدمة المتظاهرين، وإحنا ناكل كنا شعب واحد في سبيل تغيير، نريد وطن، نريد عراق واحد لا طائفية لا تميز عنصري لا تدخل بها السياسة، وإحنا نشوف هاي الشباب كلها إيد واحدة. من الشعب من المتظاهرين اعتداء علينا يصير زين. بحب الليل منا انا كله اخذوها زين، تقدموا علينا بحب الليل زين، طيب الشهداء الباقي ابطال شهيدين او ثلاثه الباقي وصلوا نص شهد تحرر يعني جرحى. هاي الشهداء قاعد توقع بالليل يعني هواي، وعندك قناص قاعد على البناء الحمراء فوق. الوصل نظره احنا الصح وانتم الغلط. باقين بالاعتصامات؟ باقين، ما زلتم باقين؟ هم يلا والله احنا ما نرجع الا تحققت الطلبات. بعض الدولة تراهن على الوقت والعامل الوقت وياكم، بعض من سياسيين الدولة. صارنا 41 يوم، أنا هسه مواطن عادي صار عندي 3 خيام خلال هاي 41 يوم بالصبر. خيمة البميت الشباب المحافظات اللي موجودين هنا، خيمة خدمية، خيمة هذا اللي سميناه مقبرة الشهداء.
قال قائد عمليات الرافدين اللواء جبار الطائي إن الوضع الأمني في ذي قار مستتب، والدوائر الرسمية والمؤسسات ستشهد عودة الدوام الرسمي. ونقلا عن وكالة الأنباء العراقية، أكد قائد عمليات الرافدين بأن جميع الدوائر الحكومية تحت حماية قوات الأمن في الوقت الحالي، وأن هناك تعاونا كبيرا مع المتظاهرين في ساحة الحبوبي. نستطلع الأوضاع ميدانيا من الناصرية عبر الهاتف مراسل الحدث شاكر عواد. أي تطور حتى اللحظة أو أي تلخيص لأحداث الساعات، ساعات الفجر أو الساعات المتأخرة من الليل؟ طبعا محمد، تم فتح جميع الجسور باستثناء جسر الزيتون حدادا على أرواح الشهداء لمدة 40 يوم. الأهم هو فتح جسر الحضارات، لأن جسر الحضارات هو طريق حيوي، يعني وخصوصا بالاتجاه الشرقي والاتجاه الغربي، كما اتفقت التنسيقيات مع قيادة الشرطة، لأن نهاية هذا الجسر هو عنق زجاجة بين ساحة الحبوبي وبين الضفة الجنوبية، خصوصا حركة السير وأيضا الدخول إلى ساحة الحبوبي. طبعا محمد، عندما تفتتح الجسور لا نعلم، لأن هناك تنسيقيات بين القوات الأمنية وأيضا المتظاهرين من أجل أن تكون عملية الفتح في البداية تدريجيا، وبعدها يكون الفتح كليا. يوم أمس كانت مغلق جسر الحضارات، ولكن صباح اليوم تم افتتاحه، وأيضا مثل ما تحدثنا بأن تكون حركة السير بالاتجاه الشرقي والاتجاه الغربي فقط. الاتجاه الجنوبي والشمالي هو طبعا الاتجاه الشمالي سيكون لساحة الحبوب وممنوع المرور فيها، والسيارات الآتية من الجنوب الشمالي هو ممكن المرور من هذا الجسر. طيب، بخصوص لجنة الأمن، اللجنة التي ستتوسط لتهدئة الأوضاع، يعني هي تباشر عملها بحسب ما قلت لنا قبل يومين، يعني وتطلعنا أولا بأول على ذلك، أي إنجاز على هذا الصعيد؟ طبعا هي جاءت يوم أمس وتم التحقيق مع القوات الأمنية. أغلب الأسئلة كانت تدور من هو مطلق النار ومن هو المتسبب في المجزرة. السؤال للقوات الأمنية فقط، لأن التحقيق كان مشرف عليه الفريق الركن خالد محمود، وهو مستشار رئيس الوزراء للشؤون العسكرية بمعية لجنة الدفاع البرلمانية، طبعا كان يرأس محمد رضا آل حمود. اللجنة فقط اجتمعت مع القيادات الأمنية وغادرت، ولم تستطع لقاء الأهالي الضحايا وأيضا الناجين، كان في جدولة أعمالها، ولكن ربما هذه هي المهمة الوحيدة التي جاءت من أجلها. وقد يكون لقاء الأهالي مثل ما حدث في مجزرة سبايكر، سيكون في بغداد، لأن في 2016 قام رئيس البرلمان سليم الجبوري بالاجتماع مع العوائل في مقر البرلمان العراقي. ربما ستكون هذه الخطوات، لأن اللجنة فقط استمعت وحققت مع القوات الأمنية. تدخل القوات الأمنية فردا، هناك عدد من الضباط تم استدعائهم للتحقيق وللشهادة. طبعا هناك قسم بالقرآن الكريم، وأيضا تحقيق مطول من قبل مستشار رئيس الوزراء للشؤون العسكرية خالد محمود. هذا اللي حدث في قاعدة الإمام علي الجوية، ولم تغادر القاعدة يعني حتى تذهب إلى العوائل تلتقي بالشيوخ، فقط هذا الأمر الذي جاءت من أجله، ثم عادت إلى بغداد. ولحد الآن لم نسمع بأي تطورات سوى هذه التطورات التي تحدثت بها. من الناصرية عبر الهاتف مراسل الحدث شاكر عواد، شكرا لك. هذا وفي كربلاء، فرقت قوى الأمن العراقية المتظاهرين بالقوة وأطلقت عليهم القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. كما فرقت القوات الأمنية في المحافظة المتظاهرين الذين تجمعوا قرب مقر الحكومة المحلية.
أما في العاصمة بغداد فرقت القوات الأمنية المتظاهرين في ساحة الوثبة قرب جسر الأحرار. استهداف على المتظاهرين ساحة الوثبة 4/12. استوديو الحدث مستمر وفيه بعد الفاصل. رغم إعلان موعد الاستشارات النيابية محتجون لبنانيون يواصلون قطع الطرق. لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل24 ساعة، لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة، أصبحنا الحدث. إلى أبرز الأخبار الواردة إلى استوديو الحدث. الحكومة العراقية تؤكد أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أنجز 8000 ملف فساد من بين 12000 ملف. البنتاغون ينفي ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن عزم واشنطن إرسال 14000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط. اليابان تعلن عزمها تنفيذ خطة بحرية لحماية إمداداتها في الشرق الأوسط ابتداء من العام المقبل. سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء وعدد من الجرحى في غارات شنت طائرات النظام وروسيا على بلدات ريفي إدلب الجنوبي والشرقي. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة أتمت انسحابها العسكري من شمال شرق سوريا ليصبح عدد الجنود الأمريكيين في باقي أنحاء سوريا 600 جندي. والعاصمة الإيطالية تستضيف اليوم فعاليات النسخة الخامسة من منتدى حوار المتوسط الذي يستمر 3 أيام ويبحث الأوضاع في سوريا والأزمة الليبية والعراق. المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام يتلف 1600 لغم ومتفجرات زرعتها ميليشيات الحوثي في مديريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة خلال الأيام الماضية. الآن قبل أن أواصل في الموضوع اللبناني نشاهد هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل لوصول أعداد كبيرة من المتظاهرين العراقيين إلى ساحة التحرير في بغداد. هذه الصور وصلتنا قبل قليل وكنا قد أشرنا إلى ذلك من خلال أخبارنا العاجلة التي ترونها أسفل الشاشة عن وصول هؤلاء العراقيين إلى الساحة.
طيب هذه صور إذن وصلت قبل قليل وفيناكم بها أولا بأول هؤلاء المتظاهرين العراقيين الذين ما زالوا يتوافدون إلى ساحة التحرير، يبدو يوم احتجاج كبير أيضا هذا اليوم. واصل في الموضوع اللبناني الآن، فرغم إعلان يوم الاثنين موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، عاد المتظاهرون إلى جسر الرينغ صباحا حيث قطعوا المسلك الشرقي ما تسبب بزحمة سير خانقة. أما في منطقة غزير شمال بيروت، أشعل المتظاهرون الإطارات على المسلك الغربي من أوتوستراد المنطقة، ويتوقع أن تستمر الاحتجاجات وتتصاعد بسبب الاعتراض على تسمية سمير الخطيب رئيسا للحكومة وبعد حالات الانتحار التي شهدها لبنان في الأيام الأخيرة. نتقصى الأوضاع ميدانيا إذن من وسط بيروت، مراسلة الحدث مها حطيط، التطورات حتى اللحظة مها وفيما يتعلق طبعا بمزيد من التجمعات وقطع الطرقات. سنبدأ من حالة الآن موجودة في ساحة الشهداء في خيمة للعسكريين. وصل قبل قليل إلى هنا مواطن هدد بالانتحار بعد حادثتي انتحار شهدهما لبنان في الأيام الماضية، لأنه لم يتمكن من الحصول على دواء لزوجته المريضة ولطفله الذي يعاني أيضا من إعاقة. كانت هناك صرخة كبيرة لهذا الرجل الذي يعني طالب وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية أن تسمع هذا الرجل الذي نراه طبعا لديه إمكانية استمرار وتحمل المزيد. طبعا هذه صرخة ألم جديدة يصرخها المواطن اللبناني الذي يعاني فعليا من أزمة اقتصادية صعبة جدا. يعني بس لح نحاول نقترب شوي لنعرف الوضع اللي وصلوا لهون. ما سمعتيني؟ يعني ليه وصلت لمحل تهدد بالإنتحار؟ 23 سنة ميت طيب، 23 سنة. أنا بوجه الشكر للي عمل عمليات لابني، وإلا كان ابني من 15 سنة ميت. بوجه الشكر للأستاذ عاصي حليني، 4-5 أمولي بقصة ابني عمليات. ابني مقعد ما عاد في منه أمل، مقعد لله من فوق هو ياخذ أمانته. ما له علاج أبدا أبدا، إجتني ضربة مرتي. بدي مرتي لتقدر تبني قدام ابني. ميت طيب، أنا ميت طيب، بدي نوم بالآخر ميت طيب. لا الله بيرحم، لا مجتمع بيرحم، لا حدا بيرحم. يعني هذه هي صرخة ودموع، سنبتعد يعني نحترم دموع هذا الرجل. كانت هناك مناشدات لوزارة الصحة بمساعدته. نعم. طيب مها، انفصل الاتصال واضح مع مها. مها لا انفصل الاتصال، بكل الأحوال كان يعني على الأقل إذا كان له أن يتحدث. مها مها سامعتيني مها؟ نعم. لأنه انقطع الاتصال. ماشي، أنت قلت أنه نحترم دموع جيداً. نحترم دموع هذا الرجل كما قلت، لكن إذا أراد يعني هو أن يتحدث ويقول ما هي مطالبه، إذا كان بالإمكان أن تحاولي مرة أخرى، إذا لا يشاء يعني هذه رغبته نحترمها. ممكن؟ نعم. هو طالب بدواء لزوجته، هو لديه دواء يريد تأمينه لزوجته. تم التواصل مع الجهات المعنية، مع وزارة يعني الصحة. هذا هو الدواء الذي تحتاجه زوجته بأسرع وقت ممكن. قيل له إن الدواء غير متوفر، طبعا هو يحصل عليه بفضل وزارة الصحة، لكن اليوم تم التواصل قبل قليل مع وزير الصحة لتأمين هذا الدواء ووعد بالمساعدة. يعني هي هذا في إمكانية تسألي إنه هل يعاني من هذه الضائقة؟ يرجع اللبنانيون إلى هذه الساحة هنا لطلب المساعدة. البارحة أيضا كان هناك طفلة لا تتمكن من الدخول إلى المستشفى لأن أهلها لا يملكون الأموال. تمكن هنا الشباب من إدخالها بتأمين مساعدات لها. تحاول القوى الأمنية أيضا يعني مساعدة ويعني تقديم الدعم لهذا الرجل الذي توجه من منطقة الجنوب، جنوب لبنان، لبيروت ليوصل صوته للجميع. عم وزير الصحة وعدك بالمساعدة، ليه بعدك هالقد يعني
متأثر، هو في مساعدة وفي دعم والشباب كله حكى علي الصيدليات اليوم. بالأول كان وزير الصحة يتفضل، وزير الصحة يسكر يبعث حدا يسكر الدين عني للصيدليات، يسكر للصيدليات وزير الصحة علي ديون. ايه الوضع بلا شغل بلا أكل، حالتي حالي، بيتي شفتي كيف مكسر، المي علي. بتمنى اطلعوا على بيتي وشوفوا على الأرض الواقع. أنا ميت طيب، أنا ميت طيب. اتكل على الله انحلت الامور، وهلا نحن طالعين مطلعين الشباب العسكريين، طالع على الوزاره، تم التواصل مع معالي الوزير وتامن الدواء، هلا طالعين على الوزاره ناخذه نامن له الدواء ونجيبه، وان شاء الله الامور محلوله. وشكرا لكل شخص حنطلع بسيارتنا على يلا عم تفضل. شكرا لكل شخص قدر يوصل صوته ويامن له الدواء، شكرا لكم. يعني محمد هذا نموذج عن التكاتف بين المجتمع اللبناني الذي نشاهده في الفتره الاخيره، في غياب كامل للدولة اللبنانية هناك مبادرات فردية إنسانية يقوم بها اللبنانيون بين بعضهم البعض. اليوم هناك دعوات كبيرة للمساعدات خصوصا في ظل هذا الوضع الاقتصادي، هناك دعوات أنه ما حدا ينتحر بسبب وضع الاقتصادي، الدواء موجود نساعد في تأمينه، الطعام موجود، ما حدا ينام جوعان، كلها تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تأكيد على هذه التكاتف بين المجتمع اللبناني في ظل غياب كبير للدولة اللبنانية. مها الآن تسمعيني؟ مها؟ أسمعك جيد. ما هو مرة بتسمعي ومرة لا. نعم نعم. طيب هذه الظاهرة الآن، مش الظاهرة يعني، المبادرة بالأحرى بأدق العبارة، اللي هي كلنا لبعض وبيحاولوا الشباب إنه يمنعوا حالات الانتحار، هل هناك بالفعل الآن تكاتف؟ يعني في إقبال من قبل اللبنانيين للمشاركة في هذه المبادرة، وإن كانت يعني ربما لن تسد إلا حاجة القليل نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية والأعداد الكبيرة أصلا من الناس اللي في حالة العوز والفقر والحاجة؟ نعم، يعني بعد انتشار حالات الانتحار في الأيام الأخيرة تسارعت هذه الدعوات وكبرت بشكل كبير هذه المبادرات. فعلا هناك نوع من التكاتف الكبير نشاهده في الأيام السابقة. كنت قد ذكرت أن هذه الساحة باتت مفتوحة لكل شخص لديه مشكلة يتوجه إلى هنا، يقوم الشبان والشابات المتواجدين في الساحة بتقديم الدعم والمساعدة كل على طريقته. يعني يتسارعون للاتصال بأطباء يقدمون خدمات مجانية، بحملات تقدم الطعام. مثلا البارحة كان ذكرت فتاة لا تتمكن من الدخول إلى المستشفى، تم تأمين مبلغ من المال لها لدخول المستشفى. يعني هذه مبادرات فردية يحاول يعني هنا هذه المبادرات تعويض غياب الدولة، لكن لا نستطيع أنها ستسد جميع حاجات المواطنين والمواطنات، وهي فعلا كبيرة جدا في ظل هذا التأزم في الوضع الاقتصادي. طيب ماذا بخصوص، حتى أنهي يعني هذه الفقرة بموضوع قطع الطرق، خاصة أنه كما علمنا هناك قرار واضح من القوى الأمنية والجيش لعدم السماح مرة أخرى بمواصلة قطع الطرق. يعني صباحا كان هناك مجموعة من الشبان على جسر الرينج الذين قطعوا المسلك الشرقي من الطريق، لكن فور حضور قوة من مكافحة الشغب ابتعدوا يعني حتى دون أي مواجهة، يعني توجهوا إلى منطقة أخرى قطعوا الطريق فيها. هم قالوا أنهم لا يريدون مواجهات مع القوى الأمنية لأنهم باتوا يعلمون أن هناك قرار واضح من القوى الأمنية بفتح الطريق فور يعني قيامهم بقطعها، بالتالي هم يستعملون أسلوب آخر بعيدا عن المواجهات. يعني هم يتوجهون من منطقة إلى أخرى سيرا على الأقدام لقطع الطريق. الآن كل الطرقات مفتوحة في بيروت، هناك قطع لطرقات في الشمال والبقاع، لكن أيضا تعمل القوى الأمنية والجيش على فتحها بعد وقت قليل، لأنه كما قلت هناك قرار واضح من قيادة الجيش ومن قوى الأمن الداخلي بعدم السماح بقطع الطرقات. من وسط بيروت مراسلة الحدث مها حطيط، شكرا لك. هذا ورغم اتفاق معظم الكتل السياسية اللبنانية على تسمية رجل الأعمال سمير الخطيب لتولي رئاسة الوزراء، إلا أن عددا من الأفرقاء السياسيين لم يوافقوا على اسم الخطيب، حيث تستمر التظاهرات في الشارع احتجاجا على ذلك. كما أن بعض السياسيين شككوا في أن تحصل الاستشارات النيابية الملزمة التي حددها الرئيس اللبناني في موعدها يوم الاثنين. كل هذا وغيره من التطورات على الساحة اللبنانية سيطلعنا على ذلك الزميل
طوني مزرعاني. طوني. نعم محمد، إذن طبعا رغم تحديد الرئيس اللبناني ميشيل عون يوم الاثنين المقبل موعدا للاستشارات النيابية الملزمة التي ستفضي إلى تكليف رئيس للحكومة، يسيطر شعور القلق على اللبنانيين، وهذا ما فسره البعض بتحديد موعد الاستشارات بعد 5 أيام، وذلك لإعطاء الفرصة للمزيد من المشاورات كي تحسم الكتل السياسية قرارها النهائي لجهة اسم رئيس الحكومة. لكن تحديد يوم الاثنين موعدا للاستشارات لا يعني ذلك أنها قد تحصل في وقتها أو مضيها إلى النهاية، في ظل عدم اقتناع معظم الأفرقاء السياسيين بالمرشح لتولي طبعا الخطيب برئاسة الوزراء، ورأوا أنه لا يتمتع بخبرة سياسية وليس لديه علاقات دولية، وربما عدم قدرته على إدارة اللعبة السياسية، مع الإشارة إلى أن كتلة المستقبل النيابية التي يرأسها الحريري ستسمي رجل الأعمال سمير الخطيب لرئاسة الوزراء. كما علم أيضا أن النواب ميليشيا حزب الله وحركة أمل سيسميان الخطيب. مصادر وزارية تساءلت ما إذا كانت مهلة يوم الاثنين لبدء الاستشارات النيابية الملزمة ستخدم الخطيب أم ستكون ضده، موضحة أنه لابد من معرفة مسار ضغط الشارع الذي عاد إلى قطع الطرقات والتصعيد احتجاجا على طرح اسم الخطيب. مصدر وزاري آخر قال أن بورصة الأسماء حتى موعد الاستشارات لا تزال طبعا مشرعة على أسماء جديدة وأن مفاجآت قد تحصل، مضيفا أن موعد الحكومة لم يحن بعد لارتباطه بتطورات عدة إقليمية ودولية، ويرجح إعادة إحياء تصريف الأعمال أو العودة مجددا إلى صيغة تعيد تكليف سعد الحريري. وبالنظر إلى أن الصورة الأولية للحكومة تشبه السابقة مع إضافة بعض التعديلات عليها، أشارت مصادر وزارية مطلعة إلى أن التوافق على توزيع الحقائب للسياسيين والتكنوقراط لم يحصل بعد بشكل نهائي، حيث لازال النقاش يدور حول حقائب الخارجية والداخلية والطاقة. عودة لك محمد. شكرا لك توني. شكرا لك. على الطريقة اللبنانية التوافقية وبعرف جديد أدخل على اتفاق الطائف وربما بسابقة، أنهى الرئيس اللبناني صياما سياسيا داعيا إلى تسمية رئيس جديد للحكومة. عون استغل ثغرة في الدستور لا تلزمه بتحديد مهلة لإجراء استشارات نيابية ملزمة، وفتح الباب أمام مشاورات لم ينص عليها اتفاق الطائف، خطوة أثارت مخاوف على موقع رئاسة الحكومة، عبر عنها بيان صادر عن رؤساء وزراء سابقين. هذا الأمر الذي يجري الآن يخالف نص الدستور نصاً وروحاً. سجال سرعان ما عقبته الدعوة للاستشارات مع رسو بورصة الترشيحات على اسم سمير الخطيب. وبانتظار بدء الاستشارات يوم الاثنين تبقى أسئلة عدة بلا إجابات. هل أدخل بالفعل الرئيس اللبناني بدعة على الدستور وفق ما يتهمه معارضوه؟ ما هي مخاطر مواصلة السياسيين اللعب وفق الشروط القديمة متجاهلين دخول عامل جديد على المعادلة السياسية؟ الحراك الشعبي أثبت عنصرين مهمين، الأول أنه عابر للطوائف، الثاني أنه أثبت طول نفسه بعد أن راهنت الطبقة السياسية على قصره. ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي اللبناني خالد أبو ظهر. أستاذ خالد أهلا بك معنا، مرحبا. المفترض أنه يوم الاثنين تبدأ استشارات نيابية لتشكيل الحكومة، حتى اللحظة هذا الأمر تعتقد سيتحقق؟ هو الاستشارات حتبدأ أو حتكمل، بورصة الأسماء إذا حتستمر، ولكن أصبح في انفصال كامل بين ما يجري في كواليس السلطة وما يجري في الشارع، وكأن عايشين بكوكبين مختلفين. يعني السلطة
تكمل في بحث عن رئيس وزراء جديد بعيد عن أي مطلب أو أي تطلعات للشارع. فأعتقد أنه كما تفضلت أيوة نعم حتبدأ، ولكن تاريخ تسمية رئيس وزراء بالفعل هيدا بس ما. خالد حتى اللحظة يعني لم يرد اسم شخصية، رأينا بأن الشارع ربما سيتوافق عليها، يعني حتى الاسم الأخير سمير الخطيب على ما يبدو مرفوض من كثير من 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 المنتفضين في الشارع. أعتقد أنه الشارع مش عم ينتظر اسم جديد، مش عم ينتظر رئيس وزارة، الشارع عم ينتظر تغيير جذري وشامل للأوضاع يلي بالبلد. اليوم عم نشوف أوضاع إنسانية صعبة جدا حتسيء الأوضاع في لبنان، اقتصادية اجتماعية في الوضع المالي مع المشكلة اللي يعني عم تحصل بالبنوك، الاستيراد والتوريد، كل شيء هالأمور الأساسيات للبلد حتنقص، الناس مش عم توصل تحصل على معاشاتها، الأوضاع حتصير أصعب وأصعب. ولكن يلي بتحمل المسؤولية لسه الشارع، لأن هذا الوضع كنا واصلين له تراكمات من سنين وبدون تغيير، بدون أي انتباه للوضع الاقتصادي وإدارة جيدة للبلد. فمهما كانت الأوضاع الشارع يريد تغيير جذري. بس من الأشياء اللي كانت مطروحة أنه 24 وزير إذا ما استطاع يعني الرئيس أن يكلف شخصا يوافق عليه الشارع، 6 من السياسيين، 18 تكنوقراط، مع واحد منهم يكون ممثل عن الحراك المدني. طيب هذه الوزارات للسياسيين 6، لا يخشى أن تذهب الوزارات السيادية لهذه الشخصيات السياسية؟ هو ما بفتكر حيتغير شيء، ما بفتكر أنه يلي عم بيصير في كواليس السلطة ما عم تسمع للشارع وما بيهم الشارع. عم نشوفها المباحثات عم بتتم على تكملة بالوضع اللي كنا فيه قبل ما تبدأ التظاهرات في لبنان. الأسماء هي التغييرات مش جذرية، تغييرات يعني بسيطة للقدرة على تكملة طيب الأوضاع. بس خالد هل هذا ربما أقول ربما يعني بالتالي بأن هناك جهات سياسية كحزب الله مثلا التيار العوني بدأ يراهن على ملل الشارع، أنه فلتطل هذه الأزمة بكرة بملوا برجعوا عبيوتهم، ربما هكذا يفكر بعضهم يعني من الأول أن كان حزب الله ولا عون يعني عم بيطلعوا على الأوضاع الإقليمية، ما عم بيطلعوا على الشارع ومطالب الشارع، لا يهمهم الشارع اللبناني، يهمهم الأوضاع الإقليمية. وعم نشوف على المستوى الأوضاع الإقليمية ماذا يجري في سوريا من تفاهمات بين سوريا بين السلطة في سوريا وإيران وروسيا. بالنسبة لهم الشارع سيخسر وسيخسر دائما، فكل التوجهات تبعيتهم هي على قدرة إمساك في الأمور وبدون تغيير. وهذا يعني أنه إذا استمر الشارع، مش ملل الشارع، الشارع ما بعتقد حيمل هذه المرة، ولكن الجواب حيكون عنف نفس الأساليب. عنف من سيبدأ به؟ السلطة بلبنان. يعني عم نبدأ نشوف بعض من الأجهزة الأمنية عم ضغط كبير عليها تتفاعل. بس هذه الأجهزة الأمنية يعني تبرر تقول ما في عنف، ولكن الدستور يكفل حق التعبير، ولكن لا ينص على إغلاق طرق. في بعض المحتجين ردوا يعني قالوا في هذه الحالة فقط تحترمون الدستور. أنا بنقول لك ما يقال في الشارع. لا مزبوط، وطبعا يعني هي بس الوضع ليس وضع استثنائي عم نعيشه بلبنان. الشارع مهما كان يعني الواحد ما بيحب نزول الشارع، لأن في منطقتنا نزول إلى الشارع يؤدي إلى فوضى، يؤدي إلى عدم معرفة شو اللي ممكن يصير بعد ذلك. لبنان مهدد على انفراد كامل بالدولة، يعني كل مؤسسات الدولة. يعني اليوم عم نشوف وضع اقتصادي فاسفور، إنه بعد شهرين أو 3 شهور إذا الموظفين بالدولة ما وصولوا معاشاتهم، إذا الناس بأشغالها ما عم يوصلها معاشاتها، إذا ما قادرة توصل أموالها. الآن من ازدياد حالات الانتحار، يعني في أسبوع حالتي انتحار وقبل في حالات، واليوم نقلنا قبل قليل يعني رجل مسن بيهدد بالانتحار. كل هذا لم يجد أي آذان صاغية لدى السلطة الحاكمة حتى اللحظة، ولا حي ما مش حتفرق معهم.
المهم بالنسبة لهم هي الحفاظ بالسلطة وحفاظ بالمصالح. واليوم المتحكم في الوضع هو حزب الله، حسن نصر الله هو اللي متحكم بالوضع، وبالنسبة لهم هي حفاظ على مصالح الإيرانية في لبنان ولا شيء آخر، لا وضع اللبنانية، لا وضع الشعب، لا حالات الانتحار. يلي بهمهم هذه المرحلة هي الحفاظ، لأن هذه وظيفته حفاظ على مصالح إيران في لبنان. طيب إذا كان الموضوع يعني ما يحصل في لبنان مرتبط بالملفات الإقليمية، هل هناك خشية مثلا لدى من يراقب عن كثب وبالعمق الوضع اللبناني أن يكون هناك في غض نظر مثلا من قوى كبرى تجاه ما يحدث في لبنان، أنه قد يكون ذلك له علاقة بتسوية مع إيران مستقبلا؟ يعني طبعا يعني عم نشوف تحرك شعبي في إيران، ما في ردود فعل. يعني لو معليش يعني نعمل بس مقارنة، لو نزلوا 10 يتظاهروا بمدينة عربية بتلاقي كل وسائل الإعلام الغربية غطت وكاميرات وتغطية شاملة، في آلاف من المتظاهرين تم سجنهم، مئات بإيران طبعاً تقتلوا. التغطية الإعلامية والحديث عن هذا الوضع مخفي تماماً في الوسائل الإعلامية الغربية لسببين. السبب الأولاني أنه الدول الأوروبية تريد إعادة فتح البوابة الاقتصادية مع إيران. ما ننسى أنه عندما وقت الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى كان في صفقات سنوية ب 30 مليار يورو للدول الأوروبية. بالنسبة لأمريكا كل الوسائل والمراكز النفوذ تنتظر على الانتخابات 2020 لترى إذا رئيس من الحزب الديمقراطي ماذا ستكون سياسته مع إيران. فهذا عم يعطي تغطية كاملة وغطاء كامل لإيران في طهران، في العراق، وفي لبنان لتفعل ما تشاء. شكرا لوجودك معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي خالد أبو ظاهر، شكرا لك. استوديو الحدث متواصل وفيه بعد الفاصل. إضراب عام تنفذه النقابات العمالية في فرنسا رفضا لقانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية. أهلا بكم، أواصل ساعتنا الأولى من استوديو الحدث. احتجاجات العراق، احتجاجات لبنان، يبدو فرنسا على موعد مع احتجاجات مستجدة.
فقد أعلنت عدة قطاعات في فرنسا تعليق أنشطتها اليوم بسبب الإضراب العام الذي ستنفذه النقابات العمالية الرافضة لقانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية. سيشارك في هذا الإضراب منتسبو السكك الحديدية، المشافي، قطاعات الطاقة، القضاء، الشرطة، النظافة والتعليم ونشطاء السترات الصفر بدعم من حزب التجمع الوطني اليميني. يتزامن هذا التعليق مع قيام النقابات بتنظيم عدة تظاهرات في عدد من شوارع وميادين العاصمة الفرنسية باريس. نفهم المشهد أكثر مع مراسل الحدث من باريس علي المسعودي طبيعة هذا الإضراب وقعه بالتالي على الحياة في فرنسا. نعم محمد، طبعا هذا اليوم يعني باريس تشهد يوم أسود. أسود وراحت الصورة. طيب بكل الأحوال ربما يعني نتريث قليلا حتى يتيسر الاتصال مع سعد. سعد تفضل، قطع الاتصال لثلاث ثوارات انقطع. سعد طيب ربما ايضا اتريث قليلا ريثما يتيسر الاتصال مع سعد المسعودي حتى يعني يوافينا بطبيعه هذا الاضراب الذي يبدو اثر على الصوره، فقد اضربت الصوره على الاقل. نعود اليه في حال التيسر. تسود حاله من التاهب العسكري والتوتر للجبهه الشماليه الاسرائيليه خاصه في الجولان المحتل، حيث تتوقع تل أبيب ردا إيرانيا على الغارات والاغتيالات الأخيرة التي نفذتها في سوريا، بينما يجند نتنياهو دعما أمريكيا ودوليا لإمكان أن تشتعل المواجهة مع إيران. هذه آثار قذيفة انفجرت في المنطقة الحدودية في الجولان المحتل، شمال الجولان المحتل. هذه الجبهة تعيش حالا من التأهب بالنسبة لجيش الاحتلال، انتشار لدبابات وكذا أيضا نشر بطاريات القبة الحديدية والباتريوت وبطاريات أخرى خشية من رد إيراني قريب. تخشى إسرائيل أن يكون على شاكلة قصف من الأراضي السورية بصواريخ لمناطق ومواقع عسكرية، أو أن يكون حتى استراتيجيا بمعنى استهداف الكثير من المواقع الإسرائيلية الاستراتيجية بواسطة صواريخ دقيقة. وكانت إسرائيل مررت رسالة تهديد لإيران والنظام السوري بواسطة الروس، مفادها بأن الرد الإسرائيلي على أي رد إيراني سيكون كبيرا وغير متناسب، وبالإضافة إلى الإجراءات والاستعدادات دفاعيا وهجوميا على الأرض في الجبهة الشمالية، فإن نتنياهو بدأ بتجنيد جبهة دولية من خلال اللقاء الأخير مع بومبيو ولقاءات أخرى للتحضير لإمكان أن تنفجر الأمور على الجبهة الشمالية مع إيران قريباً، وهو يسعى أيضا إلى تحضير الرأي العام داخل إسرائيل، لأنه ما يزال محط شك بأنه يريد أن يفتعل مواجهة ما مع إيران بسبب وضعه السياسي والقضائي المعقد. زياد حلبي، الحدث، الجولان المحتل. دقيقتان متبقيتان لساعتنا الأولى من استوديو الحدث. سعد المسعودي في الدقيقتين، وإن شاء الله الاتصال لا ينقطع هذه المرة. تفضل سعد. نعم محمد، طبعا هناك إضراب عام في فرنسا فعلا كما تشاهد خلفي، هذا هو المترو شارل ديغول، محطة رئيسية تماما قد أغلقت بالكامل تقريبا، والشرطة الفرنسية تراقب هنا. وأيضا هناك 245 تظاهرة ستكون في فرنسا، وستكون تظاهرة ضخمة جدا بمشاركة 2 مليون فرنسي سينزل إلى الشارع رفضا لقانون التقاعد الذي سيقدم إلى البرلمان. والإضرابات ستستمر في هنا في فرنسا لحين توقيف هذا القانون الذي رفضته مجمل النقابات. ما طبيعة الرفض؟ يعني ما المرفوض في هذا القانون؟ نعم، المرفوض لأن هناك طبقات عمالية تعمل بالليل وبأشغال شاقة بالأطفاء بالمترو الأنفاق في المصانع في المعامل تعمل، وهي لم تحصل على النقاط التي يشير إليها القانون الجديد. هناك تعديل جديد على قانون
التقاعد القديم وأيضا رفع السنوات من 62 إلى 64. وهناك قليل من الرواتب التي ستحصل عليها طبقات كبرى من المجتمع الفرنسي والتي تفضل أن تقيم في المغرب وفي مناطق أخرى أقل تكلفة هربا من أسعار الكبيرة جدا هنا في فرنسا. لذلك هذا القانون لا يخدم الطبقات المتوسطة والفقيرة، فهي تنزل إلى الشارع رفضا إلى هذا القانون. وهناك مخاوف اليوم من بعد الظهر بتظاهرات التي ستقام في فرنسا من جاردوليس حتى ناسيون، والشرطة الفرنسية تطوق المكان بالكامل خوفا من البلاك بلوك والتكسير. شكرا لك من باريس مراسل الحدث سعد المسعودي، شكرا. إذن انتهت ساعتنا الأولى من استوديو الحدث، دقائق معدودة نبدأ الساعة الثانية، نبقي عينا على التطورات في العراق، لبنان والملف الإيراني وأي أخبار مستجدة نوافيكم بها أولا بأول. قصفت الميليشيات الحوثية الإيرانية مخيم للنازحين في حرب. الحوثي يقول بالفم المليان يعني أنه لن يسلم الحديدة ولن يسلم المواني ولن يخرج من العاصمة. لماذا هناك محاولات من ميليشيا الحوثي لإفشال اتفاق ستوكهولم؟ وهل يعود المبعوث الأممي اليوم مسلحا بحلول جديدة؟ دور الأمم المتحدة مفقود تماما. خلينا نكون شفافين مع المشاهدين كمان، مثل ماذا يعني حتى تكون الأمور واضحة؟ الوضع في الحديدة زاد سوءا. تأكيد غوتيريس الجديد بأن اتفاق الحديدة سينفذ، هذه التصريحات إلى أي مدى تتوافق مع الواقع وكل ما يجري في الحديدة؟ ستنفجر النار من تحت الحوثية في أكثر من مكان في الفترة القادمة إن لم تقبل الحل السياسي. الأرض ترفضهم والمجتمع يرفضهم. اليمن سيتحرر، الحوثي انتهى ولا عهده. مهما اختلفت الملامح، المسميات، الأفكار، الانتماءات، يتهيئون يوميا للرصد والتحليل. مع نجوى قاسم، حدث اليوم 8 على شاشة الحدث. البداية كانت حدثاً هو الأضخم في العقود الأخيرة. الانطلاقة كانت حدثاً هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية. كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هناك. أياً كان الحدث، أينما كان، وقتما كان، كنا فعلياً هناك على الأرض في موقع الحدث، لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل24 ساعة، لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة. أصبحنا الحدث. الشرطة تواجه مجموعات تعمل على التخريب. مهمة تبدأ ولا تنتهي، رحلة بحث في مكان غاب عنه الأمان، ولد فيه الرعب عن صور كانت ملونة خفتت بالذاكرة أو على الجدران، عن ضحايا للغدر سقطوا. لم يغني عنهم فرار ولا انتظار. خايف على أخواتي الصغار، بس هذا هو كان خوفي كله على أمي وبي.
هذه الصور المباشرة ننقلها من العاصمة اللبنانية لتظاهرات حاشدة رفضا للضرائب الجديدة المفروضة على المواطنين. هناك عدد كبير من المتظاهرين يطالبون الآن في إسقاط النظام. خلاص الشعب اللبناني بحاجة يتحمل. إذا بيجوع الشعب بده يصير في ثورة، كل النواب والوزراء بده ينكسروا. كيف ستجاب كل هذه المطالب؟ شو ما كان الحل ما عاد معدنا وقت، وأنا شخصياً عاطي نفسي 72 ساعة. هل هناك تخوف من أن تصبح قوات الجيش في اشتباك مع المتظاهرين؟ المشهد صعب جداً، أكيد في إصابات. نحن مش نظرين بهذا الوضع، نحن عم نقلت أمام المستشفيات. خيارين واضحين، الانهيار الكبير أو الإنقاذ الجريء. قرر التكتل الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة. من يهرب من تحمل المسؤولية يجب أن يحاكم، مش على زوعك بتقول أنا ما معني وبدي أمشي وبدي فل من مكان يكون. عندك خوف اليوم من اللي حكي عنه الوزير جبران باسيل إنه إذا ساتت الحكومة حيكون في فراغ. جلسة للبرلمان العراقي لمناقشة مشروع قانوني الانتخابات النيابية والمفوضية المستقلة للانتخابات نيويورك تايمز تؤكد أن إيران استغلت الفوضى في العراق لبناء ترسانة صواريخ باليستية سرية. البحرية الأمريكية تصادر شحنة أجزاء صواريخ إيرانية في بحر العرب مرسلة للحوثيين. ومع ازدياد حالات الانتحار في لبنان، شباب لبنانيون يطلقون مبادرة إنسانية لمساعدة المحتاجين. استوديو الحدث مع محمد أبو عبيد. أهلا بكم إلى ساعاتنا الثانية من استوديو الحدث، نفتح فيها أيضا عددا من الملفات، نبقي عينا على التطورات المتعلقة باحتجاجات العراق، الاحتجاجات في لبنان، وأيضا الملف الإيراني، إضافة إلى أي أخبار مستجدة نوافيكم بها أولا بأول. البداية مرة أخرى من العراق، فقد دخلت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير في بغداد، ذلك قبل جلسة للبرلمان مقررة بعد ظهر اليوم لمناقشة مشروع قانوني الانتخابات النيابية والمفوضية المستقلة للانتخابات. من بغداد عبر الهاتف منتظر الرشيد مراسل الحدث، منتظر أي معلومات أو حول طبيعة الأعداد التي تتوافد الآن إلى ساحة التحرير أيضا، وذلك قبل انعقاد جلسة البرلمان. نعم، هناك الآلاف دخلوا منذ ساعات الصباح في مسيرات كبيرة جاءت إلى ميدان التحرير من الجهات الشمالية والشرقية. الميدان مليء بهؤلاء المتظاهرين، غالبية هؤلاء المتظاهرين كانوا يحملون أعلام العشائر العراقية وأيضا العلم العراقي، ودخلوا إلى ميدان التحرير وهم يهتفون. الأعداد كبيرة حاليا طبعا في ميدان التحرير محمد، ميدان التحرير مليء بأعداد كبيرة، وهي المرة الأولى منذ أيام التي نشهد فيها الأعداد إلى ساحة الاعتصام هنا في بغداد. الأجواء هادئة، لم تكن هناك اليوم أي اشتباكات لا شمال ميدان التحرير عند حواجز البنك المركزي، لكن هناك طبعا الأنظار كلها تتجه إلى جلسة البرلمان وما يمكن أن تسفر عنه هذه الجلسة. نعم، طب هذا يعني أي اختلاف بالمشهد الأمني إذا كانت الأعداد غفيرة كما تقول كما شاهدنا في بعض الصور؟ بالنسبة لتوافد المتظاهرين هناك ما يشبه
البوابات الأمنية التي يقيمها طبعا عناصر الأمن عند مداخل ميدان التحرير من الجقية تحديدا. هناك أكثر من طوق تظاهرين عندما يدخلون إلى ميدان التحرير. هناك قوة أمنية خارج ميدان التحرير طبعا عند المداخل من الشرق من الشمال من الجنوب، كلها تتواجد هذه القوات لحماية ساحة التحرير. لكن الأعداد اليوم غير مسبوقة، لم نشاهد يعني أعداد كهذه تدخل إلى ساحة التحرير بالتزامن، إضافة إلى أن الهتافات التي يرفعونها كلها تتحدث طبعا عن وحدة العراق وما إلى ذلك، وأيضا تتحدث عن الفاسدين وضرورة محاسبة الفاسدين. هذه المسيرة الكبيرة اليوم داخل ميدان التحرير هي الأولى من نوعها. نعم، نشاهد مسيرة بهذا الحجم. بس من الذي يبلغ يعني الشباب بمثلا أنه هذا اليوم يوم توافد إلى الساحات؟ فقط إعلاء يعني كتابة على شبكات التواصل؟ لا أعرف كيف هي الآلية، إذا كان لك أن توضح لنا أكثر. محمد، لا توجد آليات محددة لتوافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير، هذا بالأغلب الأهم، لكن في بعض الأحيان يتم الدعوة لمثل هذه التظاهرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم يتلاقفها الشبان المتظاهرون ويأتون بأعداد كبيرة في هذه الأيام التي تتم فيها الدعوة لمثل هذه التظاهرات إلى ميدان التحرير. هذا ما عهدناه طبعا خلال الفترة الماضية. لكن اليوم هذه التظاهرة يعني كان يجري الحديث عن وجود تظاهرات كبيرة ستدخل إلى ميدان التحرير. كنا نتوقع أن يحدث هذا الشيء مثلا يوم الجمعة المقبل، لكن اليوم الخميس وبالتالي جاءت مثل هذه التظاهرة إلى هنا. من بغداد عبر الهاتف منتظر الرشيد مراسل الحدث، شكرا لك. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إيران تستغل الفوضى المستمرة في العراق لبناء ترسانة خفية من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في العراق. نقلت الصحيفة عن مسؤولين في المخابرات بأن الصواريخ الإيرانية تشكل تهديداً لحلفاء وشركاء أمريكا في المنطقة، وقد تعرض القوات الأمريكية للخطر. قالت المصادر الاستخبارية للصحيفة أن طهران تعتمد استراتيجية تضليل الخصوم وتضع المزيد من الشكوك حول مصدر انطلاق الهجمات. وتضيف الصحيفة أن الصواريخ السرية الإيرانية في العراق تعطي مزايا للحكومة الإيرانية في أي مواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين. وأوضح المسؤولون للصحيفة أن إيران تستخدم الميليشيات العراقية لتهريب وإخفاء هذه الصواريخ. من القاهرة، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات الدكتور محمد عز العرب، هل يعني ما نقلته الصحيفة الآن دقيق وارد؟ فعلا استغلت إيران هذه الظروف التي تمر بها المنطقة خصوصا العراق لتعزيز ترسانتها من الصواريخ الباليستية؟ بالفعل أستاذ محمد أبو عبيد، السياسة الإيرانية تحاول أن تحول أي أزمة إلى فرصة بالنسبة لسياساتها وبالنسبة لمصالحها الاستراتيجية. أولا، كما جاء في تقرير نيويورك تايمز أن العراق يواجه حركة احتجاجات واسعة تطول العديد من المحافظات العراقية، وإذا كانت في جزء منها ترتبط بالتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن العراقي، لكن في نفس الوقت جزء كبير من هذه الاحتجاجات مرتبط بالاعتراض على النفوذ والتغلغل في الداخل العراقي بصورة كبيرة. نجحت إيران في مرحلة ما بعد إسقاط نظام صدام حسين طارة، وطارة أخرى بعد انسحاب القوات الأمريكية في عام 2011 لتأطير الفراغ وتعزيز تواجدها في الداخل العراقي على مستويات مختلفة، سياسية ودينية وثقافية واقتصادية وأمنية واستخباراتية. ومن ثم لم يكن غريبا أن يكون فئتون هذه الحركة الاحتجاجية العنيفة أن تحاول أن تستخدم إيران مثل هذا المناخ وتقوم بتخزين، لكن أعتقد أن هذا التخزين ليس مرده اليوم وإنما يتحرك منذ فترة، بدليل أن الضربات الإسرائيلية التي وجهتها إسرائيل
في داخل بعض مناطق التي تحتوي على نفوذ إيراني داخل العراق منذ شهور قليلة. الأكثر أهمية من ذلك، تحاول إيران بشكل كبير أن توجد داخل حلفائها قاعدة للإضرار بالقوة الدولية الأكبر وهي الولايات المتحدة، لا سيما في أعقاب سياسة الضغط القصوى المرتبطة بالتصفير النفطي. ولذلك كان هناك تردد من جانب الولايات المتحدة في الرد على السلوك الإيراني، سواء فيما يرتبط باستهداف الناقلات النفطية أو التجارية في منطقة خليج عمان والخليج العربي. الأكثر أهمية من ذلك أن إيران تسعى لتحديد مكان يتضمن الجوار الجغرافي المباشر وهو ما ينطبق على العراق، أن تحتوي على ميليشيات، وكما قلت حضرتك نقلا عن هذا التقرير أن الميليشيات الشيعية التابعة لإيران في العراق تتجاوز بكثير الميليشيات التابعة عليها سواء في الحالتين السورية. طب دكتور محمد، هذه الترسانة هذه الترسانة البالستية لإيران في العراق عمليا أو بحسب المخطط الإيراني تستهدف من؟ تستهدف بدرجة أساسية الولايات المتحدة، تستهدف بدرجة ثانية إسرائيل، تستهدف وفق بعض ما يطالع على وسائل الإعلام الإيرانية المملكة العربية السعودية، باعتبار أن هناك علاقة استراتيجية ما بين الولايات المتحدة والسعودية. السعودية إزاي؟ خاصة في ظل قدرة إيران من خلال ما يطلق عليه الهلال الشيعي البري، الحلقة الوصل ما بين إيران والعراق وسوريا ولبنان ثم إلى اليمن، من خلال استهداف لبعض الأهداف السعودية. ولك أن تتخيل حضرتك أن الاعتراض السعودي وهو محق بأن المخاطر التي تواجه الأمن السعودي والأمن الخليجي بل والأمن الإقليمي نابعة من السلوك الإيراني، خاصة في ظل استخدام وسائل غير تقليدية، بعضها يرتبط بالصواريخ البالستية لكن أيضا بعضها الآخر يرتبط بالطائرات المسيرة، لا سيما وإنها منخفضة التكلفة وإنها تمثل أضرار بالغة للأهمية. الأكثر أهمية أن هناك قدرة على اختراق حتى بعض النظم الدفاعية الغربية وتحديدا الأمريكية التي تم استهدافها. ما مصلحة العراق في أن يكون يعني أرضا لهذه الترسانة الإيرانية؟ العراق ليس لديه مصلحة، لكن العراق متعرض لتغلغل بدرجة كبيرة أراضي وسياسي ودوائره الاقتصادية، بحكم أن في حالة الغياب العربي والانسحاب الأمريكي كان هناك تواجد إيراني، فالمصلحة هنا ليست هناك مصلحة مباشرة للعراق، لكن قدر العراق أن يصبح لساحة للحرب ما بين قوة دولية مثل الولايات المتحدة التي للأسف لم تستطع أن توجه رسائل للردع مباشرة أو حتى جزئية للسياسة الإيرانية، في مقابل حالة ضعف واضحة للاقتصاد الإيراني وحالة احتجاج متصاعدة في الداخل الإيراني، جعلت أن ليس هناك لديها للبكاء عليه، لأن الضغط الذي يمارس على إيران يقابله برد آخر، لأن حالة العقوبات المفروضة لي على الاقتصاد الإيراني أتت ثمارها بدرجة كبيرة. أيوة. لكن لدينا دولة استطاعت أن تتكيف مع نظام العقوبات على مدى 4 عقود، بالإضافة للأسف إلى نجاح بعض القوى الإقليمية مثل تركيا في الالتفاف على العقوبات الأمريكية على طهران بدرجة كبيرة. نعم، شكرا لك. من القاهرة رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات الدكتور محمد عز العرب. استوديو الحدث متواصل، فيه بعد الفاصل. لندن تعتبر أن الاحتجاجات في إيران علامة على السخط الشعبي تجاه قادة النظام.
إلى أبرز الأخبار الواردة إلى استوديو الحدث. الحكومة العراقية تؤكد أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أنجز 8000 ملف فساد من بين 12000. البنتاغون ينفي ما نشرته صحيفة الول ستريت جورنال عن عزم واشنطن إرسال 14000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط. اليابان تعلن عزمها تنفيذ خطة بحرية لحماية إمداداتها في الشرق الأوسط ابتداء من العام المقبل. سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء وعدد من الجرحى في غارات شنت طائرات النظام وروسيا على بلدات ريفي إدلب الجنوبي والشرقي. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تمت انسحابها العسكري من شمال شرق سوريا ليصبح عدد الجنود الأمريكيين في باقي أنحاء سوريا 600 جندي. العاصمة الإيطالية تستضيف اليوم فعاليات النسخة الخامسة من منتدى حوار المتوسط الذي يستمر 3 أيام ويبحث الأوضاع في سوريا والأزمة الليبية والعراق. المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام يتلف 1600 لغم ومتفجرات زرعتها ميليشيا الحوثي في مديريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة خلال الأيام الماضية. وصف رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون الاحتجاجات في إيران بالعلامة على السخط الشعبي الحقيقي تجاه قادة النظام. جونسون أضاف في مؤتمر صحفي في ختام قمة الناتو أن التظاهرات لم تفاجئ وأن النظام الإيراني يسعى لإثارة الاضطرابات في المنطقة للتغطية على إخفاقاته. من جهة أخرى دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الإفراج عن المتظاهرين الذين احتجزوا خلال الاحتجاجات على خلفية ما وصفها بالمخالفات. كما شدد روحاني على ضرورة التعامل مع من استخدموا أسلحة وارتكبوا جرائم بشكل منفصل، وأكد أن هؤلاء خططوا على مدى عامين بدعم خارجي لهذه الاحتجاجات. أثرت العقوبات الأمريكية بدرجة كبيرة على الأوضاع الاقتصادية في طهران، خاصة مع النظر إلى انخفاض عائدات النفط بنسبة 90%. سنحاول أن نلخص يعني أبرز هذا التأثير من حيث العقوبات أو تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني. إذن كنا نتحدث بأن هذه العقوبات الأمريكية 90% أثرت على الإنتاج النفطي بسبب هذه العقوبات، بالتوازي مع ما تشهده البلاد من احتجاجات جراء رفع أسعار المحروقات. ومع تجديد واشنطن العقوبات على قطاع النفط، اقتربت طهران في الوقت الحالي من مستوى 100,000 برميل فقط، كانت 4 ملايين، نتحدث الآن عن 100,000 برميل فقط، وكان إنتاجها خلال الفترة من 21 مارس وحتى 21 مايو من عام 2018 يبلغ قرابة 4 ملايين برميل تقريبا. هذا هو العدد يعني بالتحديد إذا أردتم أن تعرفوا الرقم بدقة. يصدر منه نحو 2,390,000 برميل يوميا، وتعتمد على ذلك في تمويل الموازنة العامة للبلاد. كل ذلك قبل أن تنجح واشنطن في حصر الاحتياطي، أي الاحتياطي النقدي الإيراني، إلى نحو 10% فقط. كان البنك المركزي الإيراني قد نشر بيانات رسمية أكد فيها أن الديون الخارجية بلغت نحو 10.4 مليار دولار خلال العام الماضي فقط، بينما قدر صندوق النقد الدولي احتياطات العملة التي تمتلكها إيران بنحو 86 مليار دولار في الوقت الراهن، أي أقل ب 20% عن مستوى عام 2013 عندما أجبر الضغط المالي العالمي إيران على التفاوض حول برنامجها النووي. وإذا كانت إيران تعاني انخفاضا في احتياطاتها، فإن هذا قد يؤدي إلى حدوث أزمة في ماذا؟ في ميزان المدفوعات وانهيار إضافي في سعر صرف عملتها والتي تتضخم، وسيؤدي أيضا إلى تسريح جماعي للموظفين هناك، لأنها لن تكون قادرة على شراء آلات وتكنولوجيا تحتاجها لدعم اقتصادها. واصل تابعت المعارضة الإيرانية إذن حملتها في العاصمة الأمريكية
ضد حكومة طهران خصوصا قمعها التظاهرات الأخيرة. وأكدت خلال مناسبة في مبنى الكونغرس الأمريكي بأن التظاهرات لن تتوقف وسيكون لها أثر كبير. دعت المعارضة الإيرانية الكونغرس الأمريكي إلى موقف متشدد من النظام الإيراني، فيما اتهمت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهورية مارتا ماكسالي طهران بأنها دولة قمعية وإرهابية وتعتدي على جيرانها. دعمت بشكل كامل انسحاب الرئيس من الاتفاق النووي وأدعم حملة الضغط القصوى. في المقابل أوصل السناتور الديمقراطي بن كاردن رسالة تأييد، لكنه أكد أن الإدارة الأمريكية لا تملك تفويضا من الكونغرس بشن حرب ضد إيران. كان لافتا أن مستشار الأمن القومي للرئيس السابق باراك أوباما شارك في المناسبة. صعقت عندما اكتشفت مخيم أشرف وما هو تنظيم مجاهدي خلق، ولا أدري لماذا لم أعلم بهم حيث لم ينبهني أحد إلى ذلك عندما كنت مستشار الأمن القومي. لكن جونز رفض مرتين خلال التحدث إلينا المقارنة بين تظاهرات العام 2009 وتظاهرات هذا العام. الولايات المتحدة والدول الديمقراطية الأخرى يجب أن تشجع سقوط النظام. عرضت المعارضة الإيرانية مشاهد كثيرة لحملة القمع خلال الأسابيع الماضية، لكنها شددت على استمرارها وعلى تصاعد المعارضة ضد النظام الإيراني. هذا يحدث الآن في كرمنشاه، زعيم قبيلة قتل على يد عناصر النظام والآلاف جاءوا لحضور جنازته. وتريد المعارضة الإيرانية التأكيد أن هذه التظاهرات سيكون لها تأثير دائم. يرغانم الحدث واشنطن. أفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت كمية كبيرة من أجزاء صواريخ إيرانية موجهة يشتبه أنها كانت مرسلة إلى الحوثيين في اليمن. هذه هي المرة الأولى التي تصادر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذا القدر وهي في طريقها إلى اليمن. وقد تمت مصادرة الأسلحة من على متن زورق صغير قام بالعملية البحرية الأمريكية وفريق من خفر السواحل الأمريكي في بحر العرب. كما ذكر المسؤولون أن الواقع توضح استمرار إيران في مخالفة القوانين وتهريب الأسلحة للحوثيين. ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور مصطفى العاني مدير برنامج الأمن والدفاع في مركز الأبحاث للخليج أو مركز الخليج للأبحاث. أهلا بك دكتور مصطفى. يعني قليل في الفترة الأخيرة ما كنا نسمع عن قيام الولايات المتحدة بمصادرة شحنات أسلحة مهربة إلى الحوثيين هذه المرة. كيف استطاعت الولايات المتحدة أن ترصد هذه الشحنة؟ المعلومة ليست سرية. مجتمع المخابرات كان على علم كامل أنه هذه الصواريخ هي مصدرها إيران التي تطلق من اليمن ويستخدم في اليمن. نحن نتحدث عن بين 300 إلى 500 صاروخ تم استخدامها في الداخل اليمني أو تم استخدامها ضد المملكة العربية السعودية أو الجزء الثالث اللي فشل في الإطلاق. فنحن لا يوجد سر أن الحوثيين لا يستطيعون تصنيع هذه الصواريخ، والصواريخ هي مصدرها إيران ومصدرها التهريب الإيراني من داخل إيران. فلا يوجد سر. الشيء الجديد الذي حدث أنه الآن أثروا على سفينة تحمل قطع من هذه الصواريخ. نحن نعلم أن هذه الصواريخ كانت تهرب بشكل مفكك، الصاروخ يفكك إلى 3 أو 4 أجزاء ويهرب بزوارق صغيرة، زوارق صيد صغيرة
أو زوارق تجارية خشبية تقوم بتهريبها من بندر عباس إلى السواحل. بس الزوارق صغيرة يعني هذه الأجزاء يعني ممكن أن يستحملها زورق واحد وبالتالي ممكن أن تشكل صاروخ واحد أم ماذا؟ هيك إذا بدي أفهم الصورة أكثر. لا الصاروخ ممكن تقسيمه إلى جميع صواريخ الحقيقة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية اللي هي قسم المحرك وجهاز التوجيه خزان الوقود والرأس الحربي. هذه هي أساسا أجزاء ثلاثة من الصواريخ. خزان الوقود اللي هو الجسم الأطول من خزان الوقود اكتشفنا في اليمن إنه الإيرانيين يقومون بتقطيع خزان الوقود الطويل. هناك صواريخ طولها 27 متر يقومون بقطع خزان الوقود إلى أجزاء وإعادة تركيبه ولحمه ووضعه قطعة واحدة في داخل اليمن. هناك خبراء من حزب الله وخبراء إيرانيين يقومون بإعادة تركيب هذه الصواريخ. فالأجزاء هذه الأجزاء هي أجزاء صغيرة ممكن تهريبها في هذا الحجم من على عدة عمليات تهريب يمكن تهريبها وتجميعها في داخل. إذن كونها مجزأة يمكن رصدها ومعرفة إنه هذه أجزاء صاروخ. الحقيقة المشكلة الأساسية اللي واجهناها إنه كيف لم يستطيع الأمريكان يمتلكون شبكة استخبارية متكاملة. الشبكة الاستخبارية المتكاملة هي فيها عنصرين أساسية، العنصر التقني والعنصر البشري. العنصر التقني تكون من سلسلة من الأقمار الصناعية وطائرات التجسس وأجهزة الرصد والإنصات وغيرها، والعنصر البشري هو العنصر اللي يقوم بالمراقبة بعد حصول على المعلومات. يجب التذكير أنه تم العثور على شحنات سابقة ولكنها لم تكن صواريخ، كانت أسلحة بسيطة مدفعية هاون، وهذه لأول مرة يتم العثور على صواريخ. الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في حادثتين مشهورة في عام 2007 و2009 بالعثور على الصواريخ التي كانت تهرب من إيران إلى غزة عبر السودان. نفس الطريق كانت تسلك من بندر عباس زوارق صغيرة وتوصل إلى مواقع في السودان مهجورة ويتم نقلها بالجمال عبر الطريق البري إلى سيناء إلى غزة. الولايات المتحدة الأمريكية كانت قادرة على العثور على هذه الشحنات وإعطاء معلومات للإسرائيليين وقيام الإسرائيليين بضرب هذه الشحنات قبل وصولها إلى سيناء. لماذا لم تقم الولايات المتحدة بعد 5 سنوات ومئات الصواريخ اللي أطلقت على اليمن بعدوان على المملكة العربية السعودية الآن استطاعوا الأمريكان العثور على أول شحنة؟ هناك حقيقة تساؤل، أين هاي الإمكانيات؟ لماذا الإمكانيات الأمريكية قادرة على اكتشاف شحنتين إلى ضد إسرائيل ولم تستطيع أو لم ترغب؟ ما تفسيرك أكثر يعني لهذه الحالة؟ أنا تفسيري أن هناك سياسة أمريكية بالسماح للحوثيين باستخدام صواريخ على المملكة العربية السعودية كوسيلة للضغط. وإلا أنا لا أنا بالمجتمع المخابراتي هناك معلومة أنه كل شخص يعرف قدرة الطرف الآخر. قدرة الطرف الآخر في اكتشاف هذه الشحنات الأمريكية أثبتت في حماية إسرائيل. بالضبط، خاصة هنا الحديث عن تهريب أسلحة مش تهريب توابل وسمسم نحن نتحدث عن صواريخ، لا نتحدث عن كلاشينكوف ولا بنادق ولا نحن صح. نتحدث عن صواريخ، وعملية الصواريخ إيصالها إلى بندر عباس من داخل إيران الأمريكان استطاعوا اكتشافها عندما كانت تهديد لإسرائيل إلى وصولها إلى بندر عباس وشحن من بندر عباس عبر البحر العرب الخليج العربي إلى البحر العرب إلى باب المندب إلى الشواطئ السودانية. الأمريكان كانوا متابعين هذه الشحنات بشكل كامل بالأقمار الصناعية وبسفن التجسس واستطاعوا إعطاء الإسرائيليين كل المعلومات حتى تمكن الإسرائيل من التعامل مع هذه الشحنات قبل وصولها إلى سيناء. السؤال الأساسي إنه لماذا الآن استطاعوا اكتشفوا هذه بعد 5 سنوات من الوضع؟ طب إذا ما دام قلت بأنه في غض نظر من الولايات المتحدة لمسألة إيصال هذا الصاروخ والصواريخ إلى اليمن من قبل إيران للحوثيين يعني، لكن لماذا في بعض الحالات تقول إنها اكتشفت وفي الحالات الأخرى لم تكتشف؟ يعني في رسالة معينة؟ أنا باعتقادي إنه المجتمع المخابراتي يقوم بمهمته ويوصل إلى القيادة السياسية المعلومات.
يحتاج قرار سياسي للسماح لهذه المعلومات بالخروج، أو قرار سياسي لاتخاذ قرار للتعامل مع هذه السفن قبل وصولها. على ما يبدو أنه غاب القرار السياسي، كانت هناك إمكانية تقنية لاكتشاف هذه الصواريخ، لكن الشيء المفقود هنا القرار السياسي، والقرار السياسي اتخذ لاعتبارات هي خدمة مصلحة الولايات المتحدة. شكرا لوجودك معنا في الاستوديو، مدير برنامج الأمن والدفاع في مركز الخليج للأبحاث الدكتور مصطفى العاني، شكرا لك. استوديو الحدث مستمر، فيه بعض الفاصل. محاكمة رموز نظام بوتفليقة تستأنف اليوم في يومها الثاني. صور، أرقام وأخبار في يومك، كم من المعلومات تشاهد؟ هل تعرف مصدرها؟ ابحث عن المصدر قبل المعلومة. إلى أبرز الأخبار الواردة إلى استوديو الحدث. الحكومة العراقية تؤكد أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أنجز 8000 ملف فساد من بين 12000. البنتاغون ينفي ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن عزم واشنطن إرسال 14000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط. اليابان تعلن عزمها تنفيذ خطة بحرية لحماية إمداداتها في الشرق الأوسط ابتداء من العام المقبل. سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء، وعدد من الجرحى في غارات شنتها طائرات النظام وروسيا على بلدات ريفي إدلب الجنوبي والشرقي. وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر يقول إن الولايات المتحدة تمت انسحابها العسكري من شمال شرق سوريا، ليصبح عدد الجنود الأمريكيين في باقي أنحاء سوريا 600 جندي. العاصمة الإيطالية روما تستضيف اليوم فعاليات النسخة الخامسة من منتدى حوار المتوسط الذي يستمر 3 أيام ويبحث الأوضاع في سوريا والأزمة الليبية والعراق. المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام يتلف 1600 لغم متفجرات زرعتها ميليشيا الحوثي في مديريتي بيحان وسيلان في محافظة شبوة خلال الأيام الماضية. مرة أخرى إلى الوضع في لبنان. نظم ناشطون لبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي مبادرة إنسانية لمساعدة المحتاجين مع ازدياد حالات الانتحار وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي منشورات تقدم المساعدة لمن يحتاجها، سواء كانت طعاماً أو دواءاً أو ثياباً، ولاقت المبادرة تفاعلاً من أفراد وجمعيات إنسانية.
من بيروت أحد المشاركين في هذه المبادرة الإنسانية إيلي ساسين. إيلي أهلا بك، كيف خطرت لكم هذه المبادرة الآن؟ مرحبا، أول شيء بدي أحييكم وبدي أشكر أنه عم تطلعوا فينا نحن كلبنانية. صراحة نحن خطرت هالفكرة براسنا أساسا أنه نحن بلشنا بثورة، ثورة على الفساد، ثورة ضد الجوع، ثورة ضد هالحالة اللي حطينا فيها نظام تبعنا دولتنا، السرقات الفساد الموجود وصل الشعب للجوع، وصل الناس لتنزل على الطرقات، ووصل الدولار ليطلع اللي كان شوي مدبر حاله وصل لمطرح انه اكل ما عم يقدر ياكل، ما عم يقدر يعيش عائلته، المدارس بلشت تتسكر عنا، وعلى ضوء هالموضوع في ناس مريضة ما عم تقدر تأمن أدويتها. وهي الغاية يعني، بلشت ثورتنا كرمال هالمطالب. طيب، في جوع، في مرض، وفي ناس بدها تدفئ. بس جاءت هذه المبادرة الآن يعني إلي في أعقاب حالات الانتحار، يعني اليوم في خبر بعدنا ما تأكدنا منه، يقال إنه في ربما شخص آخر انتحر اليوم، بس بكل الأحوال جاءت المبادرة الآن على وجه السرعة بسبب هذه الحالات؟ نعم طبعا، لأنه أول شيء كنا معنا وقت نشتغل، كان معنا وقت نشتغل على الموضوع. اليوم صرنا في انتحار، يعني في أرواح، في ناس عم بتموت، في أخوتنا هني ناس، ويمكن الوضع وصلها للانتحار، اللي عنده عائلة مش قادر يطعميها. هلأ نحن ضد هيدا الشيء كليا، نحن بدنا الناس تكون قوية وبدنا نعطي أمل. بقى نحن هاي المبادرة قلنا لنعطيهم أمل أنه نحن أخواتكم ونحن حدكم، وإذا هالدولة مش قادر تأمن أدنى المطالب وأدنى الحاجات وأدنى الحقوق، نحن كأخوة بدنا نحط إيدينا بإيدين بعض ونساعد بعضنا لنوصل. بس بعتقد يعني إلي أنه كمان مبادرة يعني آنية يعني مؤقتة، لأنه بجوز بتفكروا أنتوا أنه المفترض أنه الدولة هي التي تقدم هذه المساعدات لمن يحتاجها، تقدم الأدوية، الغذاء، الطعام، الشراب لكل شخص يحتاج مثل هذه، وليس لديه أو في جيبه ما يستطيع أن يشتري به كسرة خبز مثلا. نعم، هي المبادرة هلأ مبلشة مثل ما قلت مؤقتة، ولحتى نشوف ثورتنا لوين بدها توصلنا، لنشوف ثورتنا إذا بدها توصلنا لمطرح تقدر الدولة تقوم بهيدا الواجب، ساعتها بصير اتكالنا على الدولة. بس طول ما الدولة مش قادر تقوم بهيدا الواجب، نحن ما رح نترك هالناس المحتاجة. طيب الآن ممكن إلي تحدثنا كيف الآلية، يعني كيف إنه بدكم تتأكدوا من إنه هذا الشخص محتاج، كيف بيتواصل مع من، وبالتالي يعني شو الوقت اللي ممكن ياخذكم حتى توصلوا هذه المساعدة اللي بتقدروا عليها؟ طبعا لأنكم شباب أنتوا، يعني كمان مش ما عندكم، بجوز كمان منكم من هو ربما في حاجة أيضا إلى مال، لكن على الأقل بالقدر اللي موجود معه ممكن يساعد غيره فيه. نعم طبعا اللي عم بتقوله مزبوط 100%، لأنه نحن ثلاث أرباعنا وأكثر من ثلاث أرباع، 90% منا وضعه مش مزبوط، وكرمال هيك نحن بالشارع هلأ، وكرمال هيك لأنه نحن اللي عم نحس، لو نحن مرتاحين ما كنا منحس بالإنسان اللي مش قادر يأكل غايته. نحن رح كل شخص بيتواصل فينا بده مساعدة رح نزوره ببيته، نحن أسسنا فريق وعطول على الأرض، هو اللي بيتصل فينا منروح منزوره ببيته، منتأكد من وضعه ومنشوف شو مطالبه، ومنحاول عن طريق الإعلام، عن طريق نحن وأصحابنا وعيالنا والجروبات اللي عم بتشارك معنا بهيد الثورة من المناطق اللي حوالينا، نشوف شو اللي بنقدر نأمنه، رح نعمل جهدنا أكثر من هيك ما رح أقلك. طيب في أشخاص من الآن بادروا، شعب ومش منظم بعد، في أشخاص من الآن بادروا وقالوا إحنا مستعدين، يعني ربما عندهم قدرة مادية ولو بالشكل المحدود إنه نقدم مساعدة، على الأقل شراء بعض الدواء، شوية غذاء، يعني دفع فاتورة كهرباء مثلا، في ناس بادروا؟ نعم طبعا، نحن أول شيء ما طلبنا مصاري من حدا لنكون واضحين. لا أنا ما قلت طلبته، أنا قصدي أنه في حدا يبادر. نعم في، نحن الخيام عنا بفؤاد شهاب، نحن التجمع تبعنا بجوني بفؤاد شهاب بالباركينج تبعه، في عنا خيام كبيرة، في ناس عم بتقدم معلبات، أكل، رز، حبوب، بلشوا يجيبوا لنا تياب وهيدي الأمور، يعني سجاد، في ناس جابت سجاد بما أنه نحن فايتين على فصل الخريف، ناس مش قادرة تتدفى كمان.
بلشنا نجمعهم بفؤاد شهاب بالخيام عنا، وفي ناس بلشت تتصل فينا كرمال بحاجة يعني لأكل لشرب لخبز لأدوية، ومثل ما قلت في ناس كمان بحاجة لأجار بيتها، في ناس عم تنطرد من بيوتها. ولا قبل ما أوصل على استوديو هون وصلني تليفون في إنسان اليوم 8 عشية بدي يفضي بيته إذا ما اندفع أجاره. طيب في هذه الحالة يعني مزبوط، لا ممكن اللي مأجر البيت كمان هو يعني اللي صاحب العقار يمكن كمان بحاجة لأنه يتقاضى أجرة البيت اللي أجره مشان كمان يعيش، بس كمان كمبادرة ممكن أنكم تحاولوا إذا ما استطعتوا أن توفروا توفروا. انقطع الاتصال إلي. طيب انقطع الاتصال مع إلي ساسين. بكل الأحوال شكرا لك من بيروت، أحد المشاركين في هذه المبادرة الإنسانية إلي ساسين. حذر قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح من وصفهم بالعصابة من مغبة المساس بالمسار الدستوري أو عرقلته من خلال التشويش على الانتخابات أو منع المواطنين من ممارسة حقهم في الانتخاب. وفي إطار ضمان إنجاح هذا الانتخاب الهام فقد أسديت في هذا الإطار تعليمات صارمة لكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن من أجل التحلي بأعلى درجات اليقظة والحذر لإهباط أي محاولة غادرة أو مؤامرة قد تستهدف سير الحسن لهذا الحادث الهام، وعدم السماح لأي كان أن يشوش بأي شكل من الأشكال على هذا المسار الانتخابي، وتلكم مسؤولية حيوية بقدر ما نحن مدركون لأهميتها البالغة، فإننا مستعدون لأداء مهام من النبيلة ونقوم بالمرصاد لكل محاولة اليائسة للمساس بالسير الحسن للانتخابات من أي جهة كانت، ومن أجل الوصول بالبلاد إلى ضفة آمنة ومستقرة. هذا وتستأنف اليوم جلسة محاكمة القرن كما تسمى جزائريا، حيث يستجوب الوزيران الأولان في عهد بوتفليقة أحمد يحيى وعبد المالك سلال. القاضي سأل المتهمين أمس عن علاقتهما بمنح امتيازات تفضيلية لرجال أعمال ولأفراد من عائلتيهما، ورفض المتهمان هذه التهم الموجهة وأكدا العمل مع وزارات أخرى وهيئات استثمارية معنية باتخاذ القرارات أيضا. هيئة الدفاع كانت قاطعت الجلسة بدعوى غياب الظروف الملائمة لعقدها. تم مقاطعة الجلسة بناء على أوامر أعضاء النقابة الذين قرروا لعدم توفر الشروط خصوصا المادية، بغض النظر عن المحاكمة وبغض النظر عن الأشخاص الموجودين في هذه المحاكمة. على سبيل المثال المحامين حتى باش يولج لجلسة المحاكمة يعني أنه يقطع واحد الشوط تاع نصف ساعة باش من كثرة اكتظاظ الناس، وهذه من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انسحاب الدفاع. ضف إلى ذلك أنه المهلة القانونية لم تتاح للدفاع من أجل بعض الدفاع لما تأسس مؤخرا أنه يراجع الملف تاعه في أقرب الأجال، يعني أنه بين استدعاء المتهم إلى المحاكمة وتقديم دفوع الدفاع كان الأجل قصير جدا للدفاع من أجل تحضير دفاعه. من الجزائر معي القانوني والناشط السياسي عبد الغني بادي. أستاذ عبد الغني أهلا بك. أبدأ من موضوع هيئة الدفاع التي يعني انسحبت وقالت إنه انسحابها بدعوى عدم توافر الظروف الملائمة لعقد هكذا جلسات محاكمة، ماذا قصدوا في ذلك؟ أعتقد أن هناك شقين يجب التطرق إليهما في مسألة ظروف المحاكمة. من ناحية التنظيم والتأطير كانت هناك نوع من سوء التنظيم واكتظاظ القاعة، وكما ذكر الجميع على أن هناك صعوبة في الوصول إلى قاعة الجلسات بالنسبة حتى للمحامين الذين يدافعون عن المتهمين. يعني مسألة التنظيم طرحت إشكالا كبيرا حتى من ناحية الإسراع في هذه المحاكمة، كانت بشكل مفاجئ جدا. يعني عندما ظهر وزير العدل أمام مجلس الأمة
عرف الجميع أن هناك محاكمات يوم 2 ديسمبر، لم يكن المحامون قد بلغوا بتاريخ الجلسة ولا المتهمون كذلك. معلومة المحاكمة وتاريخ المحاكمة تم التعرف عليها من خلال تدخل وزير العدل في مجلس الأمة، ولم تتم التبليغات حتى في الآجال القانونية التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية التي يجب أن تحترم حتى يمكن لدفاع المتهمين بتحضير دفعاتهم، كما أن حتى آجال استئناف أمر الإحالة بالنسبة للنائب العام التي تصل إلى 20 يوم في استئناف أمر الإحالة لم تمنح للنائب العام هذا الحق، وبين صدور أمر الإحالة إحالة المتهمين أمام المحاكمة وإمكانية النائب العام في استئنافه تم برمجة هذه المحاكمات. إذن إشكالية الإسراع أو التسرع في برمجة هذه المحاكمات على أهميتها وعلى المبالغ الخيالية المبالغ الفلكية التي تناقش الآن في الجلسة، رأى الدفاع بأن من شروط المحاكمة العادلة توفر الظروف التنظيمية وظروف حتى الإجرائية والقانونية. طب رأيك الشخصي في ذلك، هذا ما ارتأته هيئة الدفاع، رأيك أنت في ذلك؟ رأيي أن حتى تأجيل القضية ل 48 ساعة في أول جلسة من 2 ديسمبر إلى 4 ديسمبر هذه حالة شاذة في القانون الجزائري. لم يسبق للقضاء الجزائري أن قام بتأجيل قضية لمدة 48 ساعة، يعني المتعارف عليه في سير العمل القضائي في الجزائر أن أقل تأجيل أقل أجل يمنح لأي محاكمة كانت يكون أسبوع. فهذه التأجيلات التي تصل إلى 48 ساعة لا تمكن الدفاع من تحضير دفعاته. رأيي أن شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة، وأن هناك نوع من الاستثمار السياسي في هذه المحاكمات قبيل وليس قبلها، أقول وأؤكد قبيل الانتخابات بأيام قليلة. إذن أرى أن السلطة تريد أن تصدر أحكاما ضد هؤلاء الأشخاص ربما لاستمالة الناخبين وتقدم الأحكام، يعني أفهم من كلامك كعربون ثقة أستاذ عبد الغني حتى كأنها محاكمات سياسية أكثر منها جنائية، كأنك هكذا تقول. من الشق الموضوعي أقول بأن أنا لا يمكنني أن أصدر حكما على ملف لم أطلع عليه. هناك وقائع وهناك إجراءات وهناك ملف. لا أنا أقصد من حيث التوصيف كما تراها إجرائية من ناحية الواقع. أنا أرى أن السلطة سارعت بتنظيم هذه المحاكمات قبيل الانتخابات ربما كاستثمار سياسي للانتخابات، لأن ماذا ما الذي يجعل السلطة تسارع بمثل هذه المحاكمات في هذه الفترة بالذات ومدة حبس هؤلاء الأشخاص لم يتجاوز 4 أشهر، ونوع القضية وحساسيتها والأرقام الفلكية أقول التي تحمل بنطية هذه الملفات أعتقد أنها تتطلب وقتا طويلا للتحقيق، تتطلب وقتا طويلا للمحاكمة، تتطلب حتى الدفاع يجب أن يمكن من أجل لا ربما لا ليس 48 ساعة لتحضير الدفاع. فهناك خلفية سياسية تريد السلطة أن تستثمر من خلالها في هذه المحاكمات. طب لو استمرت هيئة الدفاع في مقاطعتها للجلسات كيف يمكن أن تستمر بالتالي هذه الجلسات؟ من الناحية الإجرائية ومن الناحية القانونية يمكن للقاضي إذا ما استجاب المتهمون إلى التجاوب معه والإجابة على أسئلة القاضي فيمكن من القضاء الجزائري في المادة الجنحية في مواد الجنح يمكن أن يدافع المتهم عن نفسه ويمكن أن تجري أطوال المحاكمة بشكل طبيعي جدا ولا يكون هناك أي شكل من أشكال العيوب الإجرائية حتى وإذا لم يحضر الدفاع، عكس المادة الجنائية مادة الجنايات التي تتطلب كشرط جوهري ضروري إذا لم يحضر المحامي فتكون إجراءات المحاكمة باطلة. نحن الآن في المادة الجنحية، بالتالي حضور المحامي لا يؤثر من ناحية الإجرائية على سيرورة الدعوة أو القضية بشكل عادي. يعني هل نتوقع بالتالي وفقا لما تقول بأنه قد نرى أحكاما يعني عاجلة على هذه الشخصيات هذه الرموز؟
أنا أعتقد أن المحاكمة ستستمر اليوم إلى ساعة متأخرة، ربما ستستمر إلى يوم غد، إلى يوم السبت، ربما تطول من خلال سماع شهود. هنا عدد كبير من المتهمين، تم الاستماع إلى الوزيرين عبد الملك سلال الأول وأحمد ويحيى، والآن يستمع إلى وزراء آخرين، وهناك رجال أعمال كذلك سيستمع إليهم، وربما هناك شهود كذلك في الملف. دفاع المتهمين، هناك من المحامين من لم يمتثل إلى تدخل النقابة أو مقاطعة نقابة المحامين، وربما سيرافع في حق موكليه. أعتقد أن الحكم سيصدر قبل الانتخابات، قبل 12، هذا في اعتقادي ولا أجزم به. من الجزائر، القانوني والناشط السياسي عبد الغني بادي، شكرا لك. في سوريا شنت طائرات النظام غارات على بلدات ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء، كما سقط عدد من الجرحى. وبحسب الدفاع المدني السوري فإن عددا من البراميل المتفجرة استهدفت الأحياء السكنية بشكل مكثف، إلى جانب غارات روسية فجر اليوم في محيط مدينة جسر الشغور، كذلك قرى أخرى في ريف إدلب الجنوبي. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا صادرا عن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان يفيد بانتهاكات نظام الأسد في محاكمته عاملين في المجال الطبي ساعدوا فيها معارضين، حيث أن النظام يعتبر أن المساعدة الطبية لأعدائه جريمة كما يقول هو. بهذا إذن تنتهي ساعة استوديو الحدث لهذا اليوم، فتحنا فيه مع عددا من الملفات، وفيناكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة. البداية كانت من آخر التطورات المتعلقة بالاحتجاجات في العراق، توقفنا مع التطورات المتعلقة بالاحتجاجات في لبنان، توقفنا مع الملف الإيراني، وأيضا نقلنا لكم صورة ولو موجزة عن بدء العاصمة الفرنسية باحتجاجات دعت إليها نقابات العمال. غدا ساعتان أخريان متجددتان أعود وألقاكم يوم الأحد بإذن الله، وللحدث بقية.